تخرجش. اجي عندي اجي عندي. شنو اللي كان حابس الطاكسي؟ هذيك البلاكة هات. كانت هنايا تحب بدلتيها؟ ايه حيدتها ليه باش زاد. علاش كانوا حاطينها وسط الشانطي؟ ايه. هذه اللي مكتوب فيها الكروفيت. اييه هذيك اللي مكتوب فيها الطاجين. مكتوب فيها الطاجين والكروفيت. اييه. دابا هما حابسين الطريق. حتى هما باش ما يدخلوش هادو حتى ما. كله كيفاش كيفكر. كله وكيدير ليه الله. صافي شكرا. انا نتوما كنشوفو المشاهدين الكرام واحد الحانة في شارع دريس السلاوي منطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء. عمر السلاوي هذيك البلاكة اللي مكتوب فيها كروفيت مقيلة كانت محطوطة هنا وسط الشانطي، علاش؟ باش يشدو البلاصة الطاكسيات فين يوقفوا، منين يهزو باش يهزو الزبناء ديالهم منين يكونوا خارجين. هذيك البلاكة ها هي اللي على يسار الصورة كانت محطوطة هنا وحابسة الطريق. الحنان اللي غادي نرجعوا لها اللي كدير عدد من الخروقات ماشي غير عقلة السي، غادي نرجعوا لها من بعد. اليوم كانت دايره بلاكا دايره عقلة السي، عينا من كلاكسونيو عيون الناس ما كلاكسونيو، عاد جا داك السيد وحيد هذيك البلاكه وخلى الناس دوز، لدرجه ان انتم ممكن تشوفوا البوليس جايين على عجل لانه ربما شي حد اتصل بهم، جايين باش يدخلوا باش يفكوا حركه السيد. هادشي بزنقة عمر سلاوي بوسط مدينة الدار البيضاء. الحانة اللي بإمكانك أنك في أي لحظة، المهم دابا مغاديش نقولو حتى يكون تنتوصلو، بإمكانك في أي لحظة أنك تشري الخمر وتخرجو معاك وتدي معاك الدار في وقت خارج يعني القانون. كاينين شي ارباب ديال الحانات اللي كيحسبوا راسهم انهم فوق القانون راه يجي على الجميع، غايقولك كيخلص الضريبه، هي إيه كتخلص الضريبه مرحبا، كلنا كنخلصوا الضريبه، حنا راه كنشدو غير جدريه في الشهر كتقطع لنا من الضريبه.
شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه والى مباشر اخر. كيف كان معدكم ديما كنخلو لكم ما يقع في مدينه الدار البيضاء اول باول دائما على قناه الشعب. قناه الشعب شوف تيفي. محبة وإل قالك حولوا مدينة الدار البيضاء إلى غابة ويتحدون القانون بطبيعة الحال. اتفق معك اتفق معك جملة وتفصيلا. هذه مدينة الدار البيضاء بالليل انتما كتشوفوا. شوفوا مول الطاكسي جا وقف عادي داير السينيالات تيسالي مع راساتو دوز نتا ولا ما دوش شغلك هذاك انت انت. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر. الناس كيطلبوا بأن نديرو ريبورتاج على مقاهي الشيشة فيها قصيرات تعجب القصيرات. متفق معك كنوعدكم بأنني في أقرب الأجل غادي ندير هاد ريبورتاج بكاميرا خفية. مرحبا.